سنتحدث اليوم عن امرأة يضرب بها المثل في صدق التوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن توبتها: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم في صحيحه. الكثير منا لا يعلم من هي تلك المرأة وما هي قصتها وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، تابعوا معنا حتى نتعرف على هذه القصة الرائعة. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. هيا لنبدأ. هذا الحديث الذي ذكرناه آنفاً يحكي قصة المرأة الغامدية التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابت توبة عظيمة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وتبدأ القصة بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً يوماً في المسجد، وأصحابه حوله من كبار الصحابة وسادة المهاجرين والأنصار، وإذا بامرأة تدخل باب المسجد حتى وصلت إليه عليه الصلاة والسلام، ثم وقفت أمامه وأخبرته أنها زنت، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقطر دما، ثم حول وجهه إلى الميمنة وسكت وكأنه لم يسمع شيئا. لقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك للمرأة فرصة لترجع عن كلامها، ولكنها امرأة حرة مؤمنة رسخ الإيمان في قلبها فلن تهدأ حتى يغفر الله لها. فقالت: أراك يا رسول الله تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني حبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أنها حبلى: اذهبي حتى تضعيه. فوضعته، وفي أول يوم في عمر طفلها أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لفته في خرقة، وقالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طفلها وقلبه يتفطر ألما وحزنا، من سيرضع هذا الطفل ويقوم بشؤونه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي وأرضعيه، وإذا فطمتيه عودي إلي. فذهبت إلى بيت أهلها وأرضعت طفلها حتى فطمت، ثم أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة خبز يأكلها، وقالت له: يا رسول الله قد فطمته فطهرني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلها وقال: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين؟ ويؤمر بها فتدفن إلى صدرها ثم ترجم، فيطيش دم من رأسها على خالد بن الوليد فيسبها على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب نكث لقبلت منه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ والجدير بالذكر أن هذه القصة قد تعددت روايتها وتنوعت جوانبها حتى احتار فيها الفقهاء والمحدثين، فالقصة لم يعرفها أحد من المسلمين قبل 150 عاما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من دونها إشارة هو مالك بن أنس في موطئه، وتصريحا بالاسم عبد الله بن أبي شيبة في مصنفه، ومنه ابن حنبل توفي عام 241 للهجرة، ومسلم 261 للهجرة. وقد تطورت القصة منذ عصر مالك إلى عصر ابن أبي شيبة، فمالك يتحدث عنها بقوله: جاءت امرأة، وابن أبي شيبة أضاف الغامدية، وهذا يعني بأن القصة تطورت من العزو إلى المجهول في عصر مالك إلى تعيين الاسم في عصر التدوين، وبينهما قرابة 60 عاما على الأقل. ولو كان معروفا من هي لعرف في زمن مالك، ولكن ذكر قصتها بهذا التطور يعني حسب المنهج التاريخي تطور من الأدنى إلى الأقصى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.